السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا نصور كتاب الأستاذ في العربي 5 ابتدائي الترم الثاني. الكتاب جايب معاه الكتاب ومعاه ملحق المراجعة والامتحانات والإجابات. ده الكتاب من جوه اهو. محتويات كتاب الأستاذ 5 ابتدائي. طبعا مديني قطعة، القطعة الرابعة، القطعة السادسة، القطعة العاشرة. لازق في بعضه الكتاب، معلش. هنا مديني اختبارات، الاختبار السابع، ومراجع لي على درس درس، ومراجع لي على وحده وحده. هي كل ما اقلب صفحه الصفحه لازقه في اختها. وفي الاخر في اجابات اهو. ده ملحق المراجعه والاختبارات والاجابات. الملحق ده حلو قوي اللي معاه جدا. والكتاب الكبير اهو. ده الكتاب الكبير، تمام. اول حاجه مديني مراجعه على مصادر دراسته، جزء كبير جدا من المراجعه. الكتاب كمان خامته حلوه، مش غامق، ورقته مش غامقه. معلش عشان عندي برد، ورقته مش غامقه خالص، وجايب جزء المراجعه كبير قوي، كبير كده. انا ابتديت ادخل في الدرس في الصفحه 26، جايب لي الدرس اهو. وده الشرح بتاعه. سؤال وإجابة، خلاص. واستخراجات كتير وقطع. أنا شايفة الكتاب حلو قوي. أول كتاب يا جماعة الأستاذ عربي 5 ابتدائي. أنا شايفة الكتاب فعلا أستاذ، الكتاب ممتاز قوي، تمارينه كتير جدا واستخراجاته كتير جدا، ومركز على النحو بشكل كبير. ويسامحوني صوتي متغير لان انا عيانة والجو ساقعة تلج.